في هذه اللحظات الأخيرة. أنت ما شاء الله ملأت هذا البرنامج إثراءً وإلهاماً من الموسم السابق والآن، كيف تودعنا؟ بسم الله، السلام عليكم جميعا وشكرا لاستضافتي في هذا الموسم. كان ودي أكون بينكم الليلة لكن قدر الله وما شاء فعل. والحقيقة مسابقة الشاشة لك هي كانت فرصة للشباب أكيد حتى يطلعوا أبداعاتهم ومهاراتهم ويتسابقوا لصناعة أفضل فيلم. إنما أعتقد أنه أهم شيء نجح في صناعة الشاشة لك هو مش الجائزة أو الأفلام، بمقدار لفت نظر الشباب خارج إطارها المسابقة وجمهورنا الكريم للوزن الهائل للأفلام وقوتها في صناعة التغيير. وهي دعوة مفتوحة مني عبر منبركم الليلة للأهالي لحتى يوجهوا أبنائهم في حال كان عندهم الرغبة والموهبة لدخول عالم صناعة الأفلام والتعامل معه بجدية وليس مجرد هواية أو لا تضيع الوقت أو لا خلافه، لا، هي مهنة جدية يمكن أن تصنع تغييرا هائلا إيجابي في عالمنا لو شئنا. شكرا لك أستاذ محمد بايزيد، وقد ساهمت بالفعل في تحريك كثير من شبابنا تجاه إتقان والإبداع في هذه الصنعة وهذا الفن. شكرا جزيلا لك، ونلقاك إن شاء الله في موسمنا القادم.